هنجر من حديد. جمهور الاهلي ده هو اللاعب رقم واحد، هو اللاعب رقم واحد، مباراه في قمه المتعه وقمه الاثاره، ولعب بديانج وحمدي فتحي واحمد عبد القادر وبرستاو وقفشه قدامهم شريف، ومباراه الشوط الاولاني بين عقول تكتيكيه، بين عقول هنا وهنا، لكن في الاخر في الشوط الثاني بقى قفشه بقى استغل الكره لما جات له عبد الله اونكل، عبد الله اونكل ايه جده عبد الله سعيد بيعملها، البنزين بتاعه خلص ما عرفش يوصلها، قطعها قفشه زحف شريف اكرام وقام حاططها مسجل الجون الاول. الجون الثاني عمرو السوليه لعب بره، قال له يا موسيماني ننزل بقى نعمل احنا متفقين عليه، قال له انزل، واحده من نص ملعب بيراميدز ببطن رجله في البعيده، ببطن رجله مسجل الجون الثاني. الجون الثالث عرضيه متقنه من علي معلول، عمل الزغلول لمحمد شريف، لبس المدافعين في بعض، مودي مع علي جبر مع شريف اكرامي، شريف اكرامي طبعا طلع لها بالعرض وهي في الست، عدت منه اشارجي يا ابني بتعدي الكره منك ازاي، لبسها جون الثالث في الوقت بدل الضائع من المباراه، ويفوز النادي الاهلي بثلاثيه موجعه ويعود الى قمه الدوري العام برصيد 28 نقط وصيفا له وناقص له مباراه ب 10 مباريات، يعني ياخد المباراه اللي جايه باذن الله يكسبها يبقى 31 نقط، والتاني مين؟ بيراميدز بكام؟ ب 26 نقط، الزمالك 25 نقط، يعني الاهلي ناقص له مباراه وقاعد على القمه. اقول لك انا ايه بقى المباراه دي؟ المباراه دي ممتعه في حاجه، ان بيتس موسيماني لما بيركز بيعمل عمايل وحشه، والله العظيم لما بيركز بي 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 بيبدع. بعد ما جبت انت الجون نزل عمرو السوليه وقفل وبتاع وشاف ما شاء الله تبارك الله، قال لي برستاو تعالى، قال لي مش عارف قفشه تعالى مش عارف، ونزل وظبط الدنيا، ومحمد هاني تعبان نزل كريم فؤاد، والناس مكمله كله مكمل وفي قمه التركيز. فانت النهارده التركيز ده يقول لي ان لو لعبوا بهذا التركيز مع قدام سان داونز هناك يكسبوه. كان في ضغط طبعا الشوط الاولاني كان في كره ممتعه، كان في ضغط من لاعبي بيراميدز على النادي الاهلي عشان ما يبنيش هجم وعشان ما يطلعش بالكوره. الشوط الثاني البنزين بتاعهم خلص، التركيز خالص، الدوافع انتهت، فبالتالي نادي الاهلي واحد في الثاني في الثالث ثلاثيه موجعه ومؤلمه تلقاها نادي بيراميدز، تلقاها نادي بيراميدز، نادي الطموح. الواد طموحك فين يا رمضان؟ ياد يا رمضان لو ما حققتش الطموح انت مع ايهاب جلال ومع الكوكبه دي، عندكم لقايده فخر لقايده ما شاء الله، لكن الشناوي كان مبدع تصدر كورتين اتنين تلاته منه، عندك تراوري ده انت منزله في الاخر، عندك ابراهيم عادل، عندك وليد الكارتي، عندك الفرقه نبيل عماد دونجا، عندك كل الناس دي، لكن ما فيش الروح، ما فيش الطموح. انت عارف كده لما واحد يبقى شغال عشان ياخد فلوس وما عندوش حد دوافع جماهيريه ولا شعبيه، يعني فريق موظفين اخد فلوس والعب لكن قدام ما يبقى في فرقه قدامها روح، قدامها عزيمه، قدامها اصرار، قدامها جمهور 5000 ولا كانهم 50000 في المدرجات بيحركوا الحجر، بيحركوا الحجر، بيحركوا الصخر، والنادي الاهلي يكسب بهذا العدد الوافر من الاهداف بصراحه صعبان عليا جفاك، والله العظيم صعبان عليا جفاك، انا صعبان عليا بصراحه نادي الطموح. يعني النهارده ضاعت فلوسك، مش هقول سالم الشمس بقى، هقول الواد ممدوح عيد رئيس التنفيذي، قال لك هناخد بطوله، تاخد بطوله ايه يا ابني؟ ده ما فيش، طول ما التشكيل فيه مجاملات، شريف اكرامي اقل مستوى من المهدي سليمان، وانت عمال تلعبه، تكسب ازاي يا حبيب قلبي؟ هتكسب امتى وازاي؟ قول لي هتكسب ازاي وانت التشكيل قائم على المجاملات؟ مهدي سليمان ده الموسم اللي قبل اللي فات كان واخد احسن حارس في الكونفدراليه، النهارده انت نسيته الكوره وبتلعب شريف اكرام يدارى قدام الفرق التعبانه، لكن قدام فرقه كبيره زي الاهلي ولا زي الزمالك بيظهر اخطاء، والدليل النهارده يعني هدف الثلاث اخطاء منه، الثلاث تجوان من شريف، لو انا من شريف اطلع بعد هذه المباراه اعلن اعتزالي اللعب محليا ومحليا برضه، لكن يطلع لي واحد باحصائيات يقول لي شريف اكرامي احسن حارس بالاحصائيات، احصائيات ايه يا ابني؟ يا ابني ما المستوى الفني قدامنا يا حبيبي، هو لاعب مين عشان تقول احسن حارس في الدوري الممتاز؟ الارقام احيانا تكذب، ليه؟ مش حقيقيه، مش حقيقيه. لكن بصراحه هارد لك، هارد لك، هارد لك لسعاده سالم الشمس، راحت فلوس، ضاعت فلوس، ضاعت فلوسك على الارض لما تكسبش الاهلي وهو لسه عمال بيلعب كل ثلاث ايام وطالع من المريخ السوداني 3-2 وطالع من فرقه وطالع شغال في المطحنه، لما ما تكسبوش النهارده هتكسبه امتى؟ هتكسبه امتى قول لي؟
واللعيبه دي لما ما تكسبش بطوله هتكسب امتى؟ فلوس. طب كانوا بيجيبوا مدربين عالميين على الاسم وبارقام خياليه، جالك ايهاب جلال، الدنيا تعبانه، الدنيا تعبانه خالص برضه. ليه؟ ايهاب جلال اللعيبه ما عندهاش الروح، ما عندهاش الروح القتاليه ولا الحماس ولا الاصرار ولا العزيمه عشان تكسب، هياخدوا فلوس. لكن بصراحه انا النهارده مش عارف اقول ايه.